أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الاثنين الموافق 5 سبتمبر. في هذه الجولة وفي هذه الجولة آخر الأوضاع في النيل الأزرق التي شهدت نزوح ما يقرب من 40,000 من أبناء الهوسة. وأيضا البروفيسور صلاح الدين الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية يسلط الضوء على تحركات السفير الأمريكي عقب اعتماده سفيرا للولايات المتحدة. وأيضا الأستاذ علي يحيى المحامي من مدينة النهود يعلق على القرارات الأخيرة التي أصدرتها نظارة دار حمر بولاية غرب كردفان. ونختم جولة السودان من ولاية البحر الأحمر والأستاذ إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول إنشاء ميناء أبو أمامة. وأيضا البروفيسور إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول إنشاء ميناء أبو أمامة. وأيضا الحسن عبد الله كنا سكرتير اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين بولاية البحر الأحمر يتحدث عن إضراب الموظفين بالولاية. كالعادة نبدأ بالعناوين والزميل الأمين رمضان. مرحبا الأمين. لجان المقاومة بولاية الخرطوم تعلن عن 2,000,000 مركزيتين ومواكب لا مركزية خلال شهر سبتمبر إحياء لذكرى هبة سبتمبر 2013. خبراء يؤكدون تمسك واشنطن بموقفها الرافض للانقلاب ويتوقعون نجاح جهود الآلية الدولية الرباعية في معالجة الأزمة السياسية. الحرية والتغيير تجدد رفضها الجلوس مع قوى التوافق الوطني لمعالجة الأزمة الراهنة في البلاد. ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات إلى 122 حالة وفاة و115 إصابة وانهيار 85,000 منزل جزئيا وكليا. مواطنون بقرية روينا يغلقون طريق الحوات الفاو للمطالبة بتصريف مياه السيول والفيضانات. هدوء حذر في غليم النيل الأزرق والنزوح أكثر من 41,000 بعد اشتباكات لأربع أيام. منظمة إنقاذ الطفولة تعرب عن أسفها لمقتل طفلين وإصابة 10 آخرين في الاشتباكات الدائرة بإقليم النيل الأزرق منذ 4 أيام. رفع اعتصام معسكر زمزم بالفاشر وفتح طريق الفاشر نيالة بعد استجابة لجنة حكومة إقليم دارفور لعدد من مطالب الاعتصام وأسر المخطوفين ينتقدون القرار. استمرار إغلاق 6 محليات وإيقاف التحصيل والإغلاق الجزئي للطريق القومي في غرب كردفان لليوم 13 للمطالبة بولاية جديدة. السلطات تخطر المنظمات بإخلاء منطقة حمدايد الحدودية مع أثيوبيا وتدفع بتعزيزات عسكرية إلى الحدود مع استمرار تدفق اللاجئين الأثيوبيين. اللاجئون السودانيون في معسكر كونغو بشرق تشاد يرحبون بقرار برنامج الغذاء العالمي بشأن صرف الحصص الغذائية للجميع بدون أي تصنيف. أطباء الولاية الشمالية يتمسكون بإقالة المدير العام لوزارة الصحة الولائية ويطالبون باستحقاقاتهم. تعديل أسعار الوقود في المحطات إلى 700 جنيه للتر البنزين و685 للتر الجازولين بالإضافة إلى رسوم ولائية قدرها 2 جنيه. انتشار كثيف لآفة الجراد في مزارع شمال شرق محلية كاس بولاية جنوب دارفور. استمرار إضرابات العاملين في ولايات شمال دارفور وجنوب كردفان والبحر الأحمر للمطالبة بتنفيذ الهيكل الراتبي للعام 2022. استئناف محاكمة علي كوشيب بلاهاي يوم الثلاثاء بالاستماع للشاهد رقم 31. مجلس نقابة الصحفيين يعقد اجتماعه الأول لاختيار جهاز تنفيذي من 15 عضواً. ونبدأ جولتنا بآخر التطورات في ولاية النيل الأزرق، حيث شهدت منطقة أم درفاء وبعض المناطق التي شهدت أحداث شهدت زيارات من مكوك وعموم قبائل النيل الأزرق
قاموا بواجب العزاء للهوسة. وأكد الأستاذ محمد موسى إبراهيم رئيس لجنة أبناء الهوسة نزوح ما يقرب من 40,000 من أبناء الهوسة إلى ولاية سنار والمناطق المجاورة. المزيد في حديثه لبرنامج جولة السودان اليوم. مرحبا أستاذ. حسب ما احنا ما كنا حضور في الزياره دي للاسف الشديد, يعني ما اخترونا, لكن كنت ان قالوا لنا مشوا كاعيان بتاع بلده الشخصيات معروفه. بعد التعزيه كان في مخاطبه تقريبا من قبل المك فاتح والمك يوسف, في مخاطبه لهم, برضه في مخاطبه من قبل غايه الثاني حسب الافادات اللي جاتنا من اندرسا. كان في اقاويل كثيره جدا دي حابب نتكلم عنها بصراحة عشان الناس تعرف انه واحدة من الحاجات اللي بنسمعها. وانا الليلة انا في اتصالات معهم عشان نعرف الحقيقة بتاعت القول انه في وثيقة او في مذكرة داخلين الدول اهلنا في امبرفا يوقع عليها واحدة منا من البنود بتاعت الورقة دي انه يتنازلوا شؤونهم في الإدارة الأهلية, انه ما يطالبوا بأي, هم كحوسة ما يطالبوا بإدارة أهلية او بإمارة او ب اي حاجه عندها علاقه بالاداره الاهليه. احنا استنكرنا الحاجه دي بما ان هي ما جاتنا بصوره رسميه, لكن ده حال الناس حسب متابعتنا لمواطنينا في منطقه الدرفره حالهم, وده كلام ال بيقال يعني دي برضه الحاجه اللي مستنكرنا ورافضيننا. ما في وثيقه فوق وثيقه, لانه في وثيقه على مستوى الاقليم تمت وكل الاطراف دي موقعه على الوثيقة دي بما فيهم أحفاد السلطنة الزرقاء كطرف في النزاع ومكونات السلطنة الزرقاء, وكذلك شخصيات من الإدارة الأهلية موقعين عليها, ونحن كآلية موقعين عليها. طيب الأوضاع حتى صباح اليوم الجديد عندكم شنو, يعني آخر الأخبار هناك الحاصل شنو؟ والله الوضع الآن زي ما قلت لك الوضع مستقر, الأمن مستقر بنسبة كبيرة ومعقولة خالص. في انتشار لقوات نظامية, قوات مشتركة, وفي قوات جاتنا من خارج الإقليم, وتم تعزيز للناس الموجودين, تم تعزيزهم في عشان يقدروا يبسطوا رحيبة الدولة بصورة كبيرة. كل متابعة الليلة صباح الليلة في كل المناطق إنه الوضع مستقر بصورة كبيرة. من الجمعة وحتى الآن كم عدد الناس اللي نزحت من قنيص وأم درفاء؟ مروا بأعداد كبيرة جدا, أنا في تقديري ممكن نقول أكثر من 40,000 نازح ونازح نزحوا أكثر من كده, كل أعداد تقريبية, لأنه المعسكرات نزحوا كلهم حتى الآن موجودين في النيل الأزرق أقل من قد تكون 1,000 نازح ونازحة على مستوى المعسكرات حقتنا الثمانية. قميص ده كلهم مرقوا تماما, قميص شريك بقى زي اللعوتة ولا كريم وصلت المرحلة دي, يعني ده كلهم طلعوا مواطنين من مدينة الدمازير من أحياء كثيرة جدا طلعوا حتى من غير الهوسة. أنا زي ما قلت لك طلع بأعداد كبيرة جدا, لكن أنا أقدر أقول أكثر من 40,000 نازح ونازح ديل طلعوا يوم 1 سبتمبر لغاية تاريخ اليوم. يعني ديل اتجهوا لولاية سنار, ديل اتجهوا لولاية سنار وبقية الولاية الثانية, لكن أكثر النزوح في ولاية سنار. أوضاع النازحين داخليا, الأوضاع الصحية, يعني كل الحاجات متوفرة, كل وجدوا كل على مستوى النازحين الفضل على مستوى الإقليم لسه الفجوة موجودة والاحتياج موجود بذات في القزاع, يعني بذات في القزاع الفجوة كبيرة برغم انه في قوافل كثيرة جات لإقليم النيل الأزرق, لكن الأخطر ما الناس الفضلة في النيل الأزرق, الأخطر الناس الموجودين في ولاية سنار والولاية الثانية, يعني مثلا زي ولاية الجزيرة ولاية النيل الأبيض نزل بعانوا الأمرين, فقد أهلهم وعدم المأوى بصورة آمنة, عدم الكساء وعدم العلاج بصورة آمنة يعني ومستقرة. دخل السفير الأمريكي عقب اعتماد ورقه سفيرا للسودان في اجتماعات بعدد من الكيانات السودانية المختلفة. حول هذا الموضوع الزميل عبد الله أجرى لقاء مع البروفيسور صلاح الدين الدومة أستاذ العلوم السياسية بالجامعات السودانية ليعلق على تحركات السفير الأمريكي. مرحبا عبد الله ومرحب بضيفك. دلالات وصول السفير الأمريكي الآن بعد 25 سنة والأنشطة اللي قام بها من الكلمة الأولى اللي تكلم عن التحول المدني الديمقراطي والمقابلات مع لجان المقاومة والقوى السياسية وأسر الشهداء, دلالاته شنو؟ والله دلالاته طبعا هو ماشي في اتجاه دعم الثورة والثوار ورافض
فكرة الانقلاب وفكرة تغول الجناح العسكري أو هو مجلس السيادة الجناح الكتلة العسكرية وكذا على السلطة. أيوة. ويعني ده خط ثابت مسار ثابت الولايات المتحدة الأمريكية منذ اندلاع الثورة إلى اليوم. يعني ما تزحزحت، ما حصل يوم من الأيام دعمت الانقلاب أو الانقلابيين أو العسكريين أو المؤتمر الوطني أو الفلول أو الدولة العميقة. نعم صحيح في بعض الحالات سكتت أو غضت الطرف أو نقدت نقد خفيف لسلوك المؤتمر الوطني والعسكريين والانقلابيين، لكن ما حصل دعمهم بصورة واضحة إنما يعمل في دعمه للثوار والثورة. طيب كان في وفد من وزارة الداخلية مشى الولايات المتحدة خلال الأيام الفاتت ولسه ما رجع، وده في إطار التعاون بين البلدين، ده لأول مرة خلال الفترة الفاتت. دلالة التطور ده شنو؟ والله التطور ده ما من أول حاجة من نعتبره التطور، يعني سلوك طبيعي تعهد قديم من الولايات المتحدة الأمريكية أنه يدعم الشرطة وكل القوات النظامية في السودان بطريقة محددة. ودعم الشرطة ما معناه دعم الانقلاب، وبل كده وقعت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على الاحتياطي المركزي اللي هو قوات مكافحة الشغب وكذا. يعني الإنقاذيين هم بحاولوا يفسروا أو يدوا تفسير في شيء من المغالاة والمبالغة أو يحاولوا يجروا الحدث يفسروا لصالحهم، لكن هذا الكلام غير صحيح. الإنقاذ والإنقاذيين يعني بيجتهدوا في أنه يفسروا تفسير آخر غير الحاصل. يعني طيب الآلية الدولية الرباعية اللي بتضم أمريكا والسعودية والإمارات وبريطانيا بدأت أو دخلت خط الحوار بين القوى السياسية، وكان نظمت جلسة حوار لكنها فشلت بسبب انسحاب الحرية والتغيير، وده طبعا على حساب الآلية الثلاثية بتاعت فولكر. أول حاجة الرفض نتيجة أن السفير راح وقابل أسر الشهداء، وده بيذكر المجرم بجريمته، يذكر الانقلابيين بجرائمهم وكذا، وهم طبعا ما يعني لم يقبلوا هذا الكلام، وطبيعي ان المجرم يعني يرفض تذكيره بجريمته باي حال من الاحوال، لكن هذا لا يعني ان الاليه الرباعيه سوف تقف مكتوفه الايدي طالما هم رفضوا. وتاليا فولكر هو نفسه ليس ببعيد من الرباعيه، الثلاثيه ليست بعيده من الرباعيه، اكيد في تنسيق بيناتهم يعني. طيب هل تتوقع أن جهودهم ممكن تنجح لمعالجة الأوضاع في البلاد؟ أيوة بلا ريب، يعني هتسهم بأي حال بشكل أو بآخر بصورة مباشرة أو صورة غير مباشرة رغم المعاكسات اللي بتحدث من الانقلابيين، لكن لا بد طبعا يعني لا بد في الآخر من الوصول إلى حل. يعني الوضع الشائك ده يجب أن لا يستمر، والكل متضرر منه، حتى الشعب السوداني في الداخل متضرر منه، المحيط الإقليمي متضرر منه، دول في المسرح العلاقات الدولية ذات وزن كبير مثل الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ودول الترويكا متضررين برضو من وضع هذا الوضع الشائك. فلا بد من إيه؟ من حل. يعني إذا فشلت محاولة ما معناها فشلت الجهة قامت بالمحاولة، ممكن تكرر المحاولة بصورة أخرى وبشكل آخر وبأبعاد أخرى إلى أن يصل إلى حل. والآن ننتقل إلى ولاية غرب كردفان، حيث أصدرت إمارة نظارة دار حمر قرارات مؤخرا تم بموجبها قفل الطرق الرئيسية الرابطة بين الخرطوم وبعض الولايات، وأيضا إيقاف العمل بالمؤسسات الحكومية. حول هذه القرارات أجرينا لقاء مع الأستاذ المحامي علي يحيى من مدينة النهود. مرحبا أمين ومرحب بضيفك. كنا متابعين الحراك اللي كان حاصل في الأسابيع الفات والقرارات بتاعت إمارة دار حمر بإيقاف العمل في الدواوين في المحليات الستة وكده والحاجات الحاصلة، فنحن دارين نعرف يعني حصل الحاصل شنو بالضبط، يعني هل الإجراءات دي لسه مستمرة ولا الحاجات رجعت إلى طبيعتها ولا الحاصل شنو؟
والله أقدر أقول لك كلام يعني هو تقريبا أمس صدر بيان من وكيل الأمير بأنه يفضل الاعتصام أو يترغب المؤسسات يباشروا فيها العمل الإيرادي وكذا، لكن بعد بيان صدر بيان آخر من رئيس اللجنة العليا أصدر قرار بأنه ما يستمر القفل وعدم تحصيل الإيرادات، قفل المؤسسات وقفل الطرق، ده القرار هناك صدر بيان معاكس لبيان وكيل الأمير. ولحد الآن طبعا المؤسسات الإيرادية قافلة تحصيل والطريق مقفول، يعني قفل جزئي، ده الموقف الحالي يعني. والحاجات دي بتقود لوين وليه؟ في يعني مش ده جسم واحد مفترض يكون فيه اتساق في القرارات؟ والله هو 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 اصلا هو اصلا اتبنته الاداره الاهليه في بدايه الحراك، في الاخير يعني حسب بيان الوكيل الامير ده هو الاداره الاهليه سحبت يدها منه او خرجت من اللجنه العليا وصدر منه الوكيل اصلا غير بحلها، لكن هم يقول ما تحلت واتكونت لجنة جديدة فيها تقريبا 20 فيها أصدرت قرارة باستمرار الاعتصام وقفل الطرق ومنع التحصيل. نعم، لكن الناس هسي يعني عامة الناس يعني في المحليات الستة رأيهم شنو في القرارات دي؟ هل النظر مختلفة يعني، في ناس مؤيدين وفي ناس رافضين، قالوا إنه يعني لازم تكون في إحدى وناس كلها تكون إحدى، وحتى لو في قرارات زي دي تكون صادرة من الجميع المجمع كلها يعني سكان المنطقة كلها على أساس إنه يكون قرار بتاع مجموعة ما يكون قرار بتاع إسمية وحدة. نعم، لكن يعني هم يمكن يعني أبرز النقاط اللي ارتكزوا عليها اثنين، يعني إنه الترسيم بتاعة الحدود اللي تم فيه تجاوزات على الأراضي بتاعة الحمر. هنا قصة الترسيم الحدود والمطالبة بولاية وسط كردفان. نعم. إن الواقع العملي إنه هي في إشكالية في مسألة إنشاء ولاية جديدة في تسمى وسط كردفان، طبعاً فيها صعوبة المكان لأنه الفترة بتاعت حكومة انتقالية، ما في مجال تشريعية، ما في هنا على أساس بسلطة هي تصدر قرار بإنشاء ولاية جديدة اسمها يعني سلطة ما سلطة. نعم، لكن الواقع ده يعني ما عنده تأثير على حياة الناس مثلا في المؤسسات الحيوية زي المستشفيات؟ يعني السوق حصل فيه هو ارتفاع يعني في الصناعة. حتى يعني الواقع المعايش الظروف الاقتصادية والتضخم وعدم وجود سيولة نقدية هناك كلها أثرت مع الناس وظروف الخريف الأخيرة هناك كلها اجتمعت يعني أدت تأثيرات كبيرة. نعم okay. يعني لما تجي الواقع حتى حركة الشراء هناك في السوق قلت يعني إن الناس ما عندها كتلة ماضية ماشي. نعم النقود ذات النقود بدها صحيحه يعني ما في يعني والله مشكله يعني. ظهر ظواهر كثيره، ظواهر بتاع المستويلين، الناس كانوا منتجين اصبحوا مستويلين الان بسبب النزاعات اللي حصلت بسبب الكثير من التفلتات هي ادت والله يعني طلعوا من دائره الانتاج لانه الخريف السنه مشي، لكن والله للظروف الهناك الناس في نايم مناطقهم صرت فيهم كثير. نعم صرت منك يكون في العمر. نعم، في المقابل برضو يعني يمكن يعني قرار بتاع كباشي بتجميد الإجراءات بتاعة ترسيم الحدود برضو يعني يمكن كان القرار ده عنده ردود فعل، فبالذات من الجانب بتاعة المسيرية، فبالنسبة لكم انتو القرار ده بيعني شنو؟ والله هو يعني ما هو تقول شنو تقول هو قرار يعني سياسي. نعم، لكن ما بيشكل اي يعني تحدي بالنسبه ل يعني الوضع الامني، يعني ممكن يكون في مشاكل. والله هو طبعا يعني لانه الناس في المناطق كلها فيها ناس يعني اصلا ما عندها حكمه، ما عندها رؤيه، يعني ممكن تتصرف تصرفات يعني غير عقلانية، يعني انه هنا كده في ناس بتنظر للمجتمع كده
لكن الصراع له دور ادوات واليات، وممكن الحل يعني اصلا هي مساله بتاعت حدود في داخل الدوله. الجهات المنظمه الاداريه هي المفروض تحل الاشكال، الجهات الامنيه والاداريه يعني. نعم. وفق المختصين يعني ذات بناء على اهداف المختصين. نعم. الحل يعني اصلا ما في مشكله. نعم. وتاريخيا يعني المناطق حتى القبائل ذات هنا هي قبائل القواسم البنات المشتركة كثيرة يعني، فما المفروض يكون موضع الأرض ده نزاع بيناتهم على أساس أنهم في كونفليكت ولا تحصل نزاعات تؤدي لحرق أرواح هنا. نعم. أوكي. المصالح بتربط بينهم كبيرة جدا يعني. أكيد. شديد. نعم. شكرا جزيلا لك أستاذ علي. الله يكرمك. والآن ننتقل إلى ولاية البحر الأحمر وفي موضوع آخر، حيث أعلنت كل الكيانات السياسية والنقابات العمالية بميناء بورسودان رفضهم القاطع لإنشاء ميناء أبو أمامة. البروفيسور إبراهيم أنور أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم ورئيس المجلس الاستشاري لشرق السودان يتحدث حول رفضهم لإنشاء ميناء أبو أمامة. في الفترة الأخيرة رشح في الإعلام أن هنالك دولة الإمارات العربية المتحدة تريد أن تنشئ ميناء جديد على موانئ البحر الأحمر على مسافة تقريبا 200 أو 180 كيلو شمال بورسودان. هذا الميناء طبعا القصد منه بالطبع بناء ميناء جديد على أسس جديدة وعلى معايير جديدة بصورة متطورة، وسحب البسات من الموانئ الموجودة وتحطيمها، وعندما تصل درجة معينة يقوموا بشرائها بسعر بخس حتى يستولوا على بقية الموانئ المتبقية، وهذه هي الخطة. حقيقة في هذه المؤامرة للأسف أناس من السودان أيضا أناس من شرق السودان هم يعني مورطون في هذه الممارسة وهذه المحاولة. الآن سمعنا أنه السيد وزير المالية معه وفد ذهبوا للإمارات ليتحاوروا حول هذا الموضوع، ولكن نحن في المجلس الاستشاري الأعلى نرفض هذا الاتجاه ولا نؤيد بأي شكل من الأشكال الاستيلاء على الموانئ السودانية. نتمنى من الإعلام أن يدرك هذه الخطورة من خلال هذه الصفقة الخطيرة وتبصير الرأي العام والناس يقفوا ضده. طيب نحن لما نرفض المواني ليه نرفض؟ حقيقة ليه نرفض؟ هل الرفض من أجل الرفض؟ لا أبدا، قطعا عندنا بديل، رؤية بديلة لهذا الرفض، ونرى أنه المواني في شكلها الحالي ممكن يتم توسيعتها وممكن تدخل للدولة ما لا يقل عن 18 مليار دولار سنويا، وهي 4 أضعاف الصادرات السودانية السنوية في سنة واحدة. وبالتالي يعني بيبقى المحك هو كيفية تطوير المواني، ده المفروض يبقى. ولكن إذا كان هنالك مستثمر أجنبي يريد أن يطور المواني السودانية فمرحبا به، يستثمر أمواله وفقا للاتفاقية معينة، وفقا لحفظ مصلحة الطرفين الحكومة السودانية والاستثمارات الأجنبية، ولكن أن يضع يده على المواني السودانية بصورة كاملة تحت زرائع مختلفة أو تدميره أو إيجار لتسعة وتسعين سنة كما يقولون، هذه المسألة مرفوضة تماما. قضية إنشاء ميناء جديد المبرر شنو؟ خصخصة المواني بصورة كاملة هي طبعا نادرة جدا، بيع المنشأة كما هي وتمليكها لشخص آخر أو لجهة ما خارج الحكومة وخارج الشعب لتبقى موضوع نادر جدا ولا يحصل في المنشآت والمرافق العامة زي المواني، لأن المواني عندها حساسية، المواني حساسية بتاعتها أنها هي مدخل للتدخل الخارجي، فبالتالي الميناء هو المدخل والمخرج، فبالتالي إذا جاءت جهة خارجية أجنبية تحديدا هي تكون ملمة بكل تفاصيلها، والمسألة كلها سيادة بتاعت الوطن والأمن كله يكون على المحك. الخيار هو يتطلب إدخال استثمارات أجنبية لتطوير وتوسيع المواني الموجودة من خلال آلية تحفظ للطرفين الحكومة والقطاع الخاص حقوقهم، بدلا من الاستيلاء للمواني وهدم المواني القديمة. الخصخصة في المواني لا توجد، ما في دولة خصخصت موانيها بمعنى أنها هي باعتها وانتهت منها ورفعت إيدها، أصلا دي ما حصلت في الدنيا. فبالتالي لابد من وجود خطة متكاملة للخصخصة، وللأسف في السودان حتى الآن ما في أي خطة للخصخصة. الدولة ما عندها أي استراتيجية، والخصخصة فاهمنا مسألة بتاعت تبيع وخلاص ترفع ايدك منه، او يجي مستثمر يشتري الحاجه دايره ويطلع ويمتلك، وهذا خطا طبعا. ايضا نرفض هذا العرض وهذه الصفقه وهذه الرؤيه الجديده لانشاء مبنى جديد، لانه من يفاوضون نيابه عن حكومه السودان لا يملكون التفويض،
لا يملكون تفويض، حكومة غير منتخبة، لا يوجد مجلس تشريعي، ولا يوجد مجلس وزراء، ولا يوجد حتى رئيس وزراء، لا توجد حكومة. انت جيت قالوا لك يا اخي عمل ترتيبات، مهمتك كلها عمل ترتيبات للانتخابات والاشياء دي، ما عندك حق انك تدخل في اتفاقيات مع دول تستمر لاكثر من 90 50 100 سنه، ما عندك اي حق باي حق من الحكومة. من الذي قام بهذا الامر؟ ومن هذا المنطلق هذه الحكومه الان الموجوده اذا كانت هنالك حكومه، هذه الحكومه حقيقه مسؤوليتها فقط تهيئه المناخ للانتخابات المقبله، ولكن ان تدخل في في, في صفقات يعني اقتصاديه بحجم المواني وبيعها وادخال مواني جديده واشياء دي، هذه الشغله مرفوضه تماما. ومن هذا المنطلق أنا نرفض لأنهم لا يملكون التفويض لقيام بهذا الأمر. يعني في النهاية للإمارات العربية المتحدة أن مركزة على بناء بور السودان، أوريكم الحكاية دي مصلحة تجارية بحتة. هل تعلم أن هذا الميناء إذا توفر وتم توسعته ممكن أن تحقق دولة الإمارات العربية ما لم تحققه في ميناء دبي من خلال ميناء بور السودان؟ فبالتالي هي تلف وتدور وحقيقة مصرة للاستيلاء هذا الميناء. دخل العاملين في المؤسسات الحكومية أمس في إضراب عن العمل بولاية البحر الأحمر، وذلك للمطالبة بتنفيذ استحقاقات الهيكل الراتبي الجديد. الأستاذ الحسن عبد الله كنا سكرتير اللجنة العليا للمطالبة بحقوق العاملين تحدث لجولة السودان عن هذا الإضراب. هو الإضراب ده بدأ هو قبل كده، يعني أول إضراب كان يوم 28/6 الشهر الفات في استحقاقات بتاعة تنفيذ الهيكل الراتب الجديد. والهيكل الراتب الجديد ده هم نفذوه للمؤسسات الاتحادية والمعلمين فقط، ما نفذوه لكل الموظفين، بس عملوا استثناءات للهناية ده، نحن طالبنا أنه يتنفذ على الجميع. فمطالبنا كان فيها بعض الحاجات الولائية، الولاية قامت دفعتها وقاموا باقي المطالب هي على حسب كلام الولاية أنه مطالب اتحادية. فاستنينا بعد العيد تاني ورفعنا مطالبنا، لما حصلت بعض الاستجابة أعلننا إضراب يوم 15/8. الإضراب نجح بست ساعات ذات ما احتمينا نغلق اليوم، تفاوضت معنا وزارة المالية الولائية أن احنا نمشي نقابل وزارة المالية الاتحادية. فنحن كان في البداية رافضين الفكرة دي باعتبار أن احنا شغالين في ولاية البحر الأحمر ومتعاقدين مع وزارة المالية الولائية، هي الغنى الرسمية بيننا وبين ولاية المالية الاتحادية، مفترض ان هي تمشي تعمل الحاجة. ففي النهاية وصلنا لاتفاق انه اللجنة تمشي مع ممثل حكومة، ممثل وزارة المالية البحر الاحمر، وسافرنا يوم 17/8. يوم 18/8 سلمنا وزارة المالية وكيل اول وزارة جواب عبر مكتب متابعة البحر الاحمر ان احنا محتاجين نقعد معه عشان نناقش معه استحقاقات عاملين البحر الاحمر. رد لنا يوم 19/8 انه نحدد الاجندة ان احنا حناقشها معه، واستلموا مننا الورقة. وتاني بقوا يعني كل ما بنجي يجي مكتب المتابعة البحر الأحمر عشان يعرف الموضوع وصل وين، يقول له لسه. فنحن لما انتهت مأموريتنا اللي هي كانت محددة بعشرة أيام، مرقنا بيان باعتبار ان احنا حنرجع وكده، فقام حصل تدخل من وزارة المالية الولائية زائد مكتب المتابعة والمندوب الحكومي اللي ماشي معانا، انه يا اخي الناس دي مشغولين بسبب الكوارث وكده، راح يلاقينا نص الاسبوع الجاي اللي هو مفترض الثلاثاء الفاتت. فمددنا الفترة بتاعت القعاد حقنا وقعدنا 10 يوم تانين. يوم الثلاثاء لما مشينا نستفسر عن الاجتماع، او مشى مكتب متابعة البحر الاحمر عشان يستفسر عن الاجتماع، قال له ما في اجتماع زي ده. يوم الاربعاء ودينا مذكرة انه ندينا مختار ب 48 ساعة، بعد 48 ساعة احنا حننزل الاضراب في ولاية البحر الاحمر ونواصل في اضرابنا، باعتبار يوم 15/8 احنا علقنا وما رفعنا الاضراب. مدير مكتب سكرتير اول وزارة المالية قال احنا جاتنا توجيهات من السيد الوزير ان احنا ما نستلم اي جواب من مكاتب المتابعة. فنحن انتهت مهلتنا ورجعنا امس الاحد والليله من العاملين والموظفين وريناهم نحن يا اخي وصلنا وين، وقررنا ان احنا نواصل في اضرابنا وفعلنا اضرابنا وباعتبارنا حسنا كده مضربين. والاضراب مفتوح طبعا، هو حاليا القطاعات الاضرب هو اللي حيشملها اي مؤسسه ولائيه مفترض الاضراب ده يشملها. الليله الكم 29 ديل الليله اللي نفذ الاضراب او رسلوا اشعار ان هم نفذوا الاضراب، يعني ابرز المطالب في انه يطبقوا الهيكل الراتب الجديد. الهيكل الراتب الجديد ده بعد الزياده بتاع حصلت في 1/1 او في شهر 3 نزلوا هيكل راتب جديد يتنفذ من 1/1 وعلى حسب القانون بتاع الاجور الموحد انه
بهذا المستمعون الكرام نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء.